سنة وشوية اتجوزت. حد دخل قال لي أنا عايزة اتجوزك، معرفوش، ودي كانت من أكبر غلطات حياتي. ما كنت بتعرفي أبداً؟ أبداً، 3 شهور، فأنا مش عارفة شخصيته ولا هو عارفني ولا احنا حافظين بعض. كنت صغيرة جداً صح؟ لا، في 2014 كنت عندي أوكي حاجة وعشرين، مش هقول كده. لا لا، أنا معك في الحتة دي. إيه؟ انسي كأنه ما سألت. إيه؟ دخل على حياتك بمدة 3 شهور. لما مدة 3 شهور؟ بمدة 3 شهور واتجوزنا. وأما اتجوزنا إحنا كاتب كتاب بس كان في الجامعة، وعملت جواز معلن، وجبت صحافة فنانين. كان كاتب كتاب كبير. أوكي. بعد كاتب الكتاب قال لي حصلت مشاكل، مش هينفع نكمل. قال لك مع بعض؟ لا، هو حصلت مشاكل، والغلط كان منه مش مني. كمشتي قفشتي بخونك حاجة زي كده. ده يعني حاجة زي كده. قد ايه كان صار لك متجوزة؟ أقل من شهر بس، وما دخلش عليا كمان. يعني مفيش فرح قبل الدخول، فالناس ترجمت إن ده فرح. فأذاني في شغلي، أذاني في حياتي، أذاني في نظرة المجتمع، وأنا كمان ما دافعتش وما قلتش إيه السبب الحقيقي ورا الطلاق. ففي ناس كتير قوي كانت فاهمة الموضوع غلط. طيب أنا بس عشان أفهم، يعني ما لحقتوش أو ما لحقش يزهق منك أو يمل منك عشان يخونك؟ ما تجوزناش يعتبر أصلا. طب أصلا ما تجوزتيش؟ يعني كتب كتابه وعمل إشهار واتطلقنا، وهو مع اللي كان معاها من الأول. طب اتجوزت ليه أصلا؟ ليه السيتويشن دي كلها أنت عملتها ليه؟ مش عارفة لحد النهاردة، مش عارفة. والموضوع ده هو اتجوزك كان يعرف حد قبلك يعني؟ آه، كان يعرف حد قبلك. اتجوزك وكمل معاها، فهو فاكر ان انا هبقى مراته وهي هتبقى مثلا صاحبته يعني. معرفش هو كان بيفكر في ايه. او ممكن شايف الممثلة بقى تقعد في البيت، ولا ما تفهميش هو كان دماغه فيها ايه. مهم ان الموضوع ده عملي ديبريشن كبير، لان انت فجأة تلاقي نفسك حد ما تعرفيهوش، فجأة حد يخش عليكي، فجأة انت اوقات بقعد افكر بيني وبين نفسي يا رغدة، اقول هو في حد زقه عليا؟ هو ايه اللي حصل لي ده؟ يعني ليه انا فجأة الناس اتفهم غلط؟ ليه الناس يقول لك ايه، ناس اتجوزت في شهر واتطلقت اصل مش عارف، واشاعات كتير 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 وانا ساكتة. وجم قنوات صوروا معايا وانا برضو ساكتة، بس في الاخر هقعد ساكتة لحد امتى؟ صح. طالما حاجة ضرتني، لا، الناس تفهم الاسباب الحقيقية. وما حصلش الزواج فعليا؟ لا لا لا، ما حصلش ابدا. لا ابدا. وهو اصلا جوازنا كان تقليدي، يعني هو شافني قال لي انا عايزه اتجوزك، قلت له مش عايزه اتجوز. يمكن كان عاوز ينتقم من صديقته، عاوز ريباوند جيرل زي ما بيقولوا. ريباوند جيرل، برافو عليك. يعني عايز شهره، عايز عاوز ينساها مع حد تاني. ما اعرفش، ما اعتقدش. بس انا لما حصل الموقف ده خلاني اتعطلت شويه، لان كان بيجيني افلام ومسلسلات وشغل كتير، بس انا نفسيا مش مؤهله. انا لسه خارجه من بابايا، وبعديها الموقف ده، فموقفين صعبين جدا. اكتئبت جدا. ازاي مرت عليك المرحله دي؟ لا، كانت مرحله صعبه 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 بأتم معنى الكلمه. وما حدش كان بيحس بيا غيري، يعني اختي، مامتي، بنت اختي. بس الموضوع بالنسبه لي كان صعب، لان انت اتدمرتي نفسيا. انت حد بقول لك، انا وصلت لمرحله بقول لهم هو لو حد زقوا عليا مش هبقى بالمنظر ده، ولو حد جاي يقول له والنبي دمرها. اصل انت لما بتتدمري نفسيا بيبقى اسوأ شيء في الدنيا. بس المشكله الكرامه قدام الناس. شكل اهلي، شكل امي، شكل اختي يعني. وبعدين كل مرحله في سننا ليها وقت معين. اما كل ما بتكبري تبقي عايزه تحافظي اكتر ما تقدري على شكلك قدام المجتمع. تبقي عايزه تحافظي على شكل اهلك قدام المجتمع. ممكن حاجات ابقى عملتها وانا صغيره طايشه مش فاهمه انا بعمل ايه، بس اما بنكبر بنعقل. فهو جه، يعني عارفه اللي هو جاني في وقت، لا، كان صعب قوي بالنسبه لي. وبعد قد ايه طلعتي منه؟ قدرت تتخطي المرحله دي؟ سنتين. قعدت سنتين؟ انا كمان يا رغده ما بعرفش. مثلا انا دلوقتي في سين، مثلا انا دلوقتي مش مرتبطه، بس مثلا لو انا متجوزه او مخطوبه او مرتبطه او بحب،
وجينا سيبنا بعض، ما اعرفش احب او ابص او ارتبط بحد بعديه غير بعد فتره طويله جدا. او تكملي بشغلك حتى، اكمل في شغلي مثلا عادي تكملي. اكمل في شغلي، انزل متكتفه كده بس متكتفه، ما اقدرش ابص. يعني انا مش من طبيعتي الخيانه، انا بكره الخيانه جدا. فبحس ان انا بخون في نفسي لو انا ايه على طول اتخطب اتجوز اتخطب، لا ما بحبش كده. فباخد وقت طويل على بال ما برتبط او اشوف حد يشدني او اشوف حد احبه لنفسه، يعني ابقى نسيت القصه الاولانيه عشان ما اظلمش حد معايا. يعني تنسي شخص بشخص تاني؟ لا، بنسى الشخص لوحدي. بعد سنتين ثلاثه لما اجي ارتبط باللي انا هرتبط بيه ده، ارتبط بيه وانا ستيبل، ارتبط بيه وانا عارفه ان هو مش هيدي.